تفضل دكتور. إذا علم الله جل جلاله علم منك تطبيقا لما تقول وإخلاصا فيما تقول كتب لك القبول، وإذا كتب لك القبول ألقى في روعك أنه راض عنك. شيخنا ممكن نعيد العبارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إذا علم الله منك تطبيقا لما تقول، نعم، وعلم أيضا إخلاصا فيما تقول كتب لك القبول. الله أكبر. وإذا كتب لك القبول ألقى في روعك أنه راض عنك. يا سلام. نعم. يا سلام. إذا علم الله منا تطبيقا لما نقول وإخلاصا فيما نفعل ونقول كتب لنا القبول، كتب لك القبول. يا سلام يا سلام. عند أهل الأرض والسماء. يا سلام. وإذا كتب لك القبول ألقى في روعك أنه راض عنك. الله يفتح عليكم. نعم. يا دكتور، هل لك أن توضح أكثر شيخنا ماذا يعني أن الله يعني ألقى في روعك أنه قبل منك هذه العبادة؟ يعني ممكن جيب موضوع جانبي لكن له علاقة متينة بهالسؤال. نعم. نحن في عنا شيء اسمه لذة. لذة، اللذة حسية تحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال، ولحكمة بالغة بالغة بالغة. في البدايات في صحة وفي وقت ما في مال. نعم. في المنتصف في مال وفي صحة ما في وقت، بالنهاية في مال وفي وقت ما في صحة. ما سمح الله للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة، متنامية مستحيل، مستمرة مستحيل، متناقصة. ما سمح للدنيا، هذا من رحمة الله بنا، خلقنا للجنة. يعني الإنسان صمم بطاقة لا نهائية. نعم. لأنه صمم لمعرفة اللانهائي وهو الله. ما دام هو خلق ليعبد الله تصميمه الداخلي لا نهائي، أي شيء دون الله يمل منه بعد حين قطعا. بعبارة أخرى، ما سمح للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة. نعم. متنامية مستحيل، مستمرة مستحيل، متناقصة. هذا شأن معطيات أهل الأرض. نعم. يعني من طعام، من شراب، من بيت جميل، إطلالة رائعة، سيارة فارهة، سيارتين ثلاثة، سفر، سياحة، مؤتمرات. هذا كله لا يمكن أن يمد الإنسان بسعادة مستحيل. نعم. بلذة، اللذة دائما غير متنامية وغير مستمرة بل متناقصة. لحكمة بالغة بالغة، لرحمة من الله بنا، ما سمح للدنيا أن تمدنا بهذه السعادة بل أمدنا بلذة، واللذة متناقصة. نعم. لذلك الإنسان لما بيتقدم بالسن ذاق من الدنيا ما شاء، حياته مملة بتصير. هي كآبة المتقدمين بالسن إن لم يعرفوا الله عز وجل. ونعم بالله. لكن يبدو عالم جليل في الشام بلغ 97، كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. كان إذا رأى شابا يقول له يا بني أنت كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. فلما سئل ما هذه الصحة التي حباك الله بها، يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. الله، من عاش تقيا عاش قويا. لي صديق حميم زرته في العيد، فتح لي والده، قلت له الأخ محمد موجود؟ قال لا والله يا عم. ممكن يعني نكسبك شيء 5 دقائق؟ قلت له ما في مانع. دخلت لعنده، اسمع ماذا قال لي بالحرف الواحد. قال لي أنا يا عم عمري 95 سنة، عملنا من يومين تحليل كامل كله طبيعي طلع بال 95 سنة. ما شاء الله. قال لي بس والله يا عمه، هيك قال لي بسن ابنه أنا، لأنه قال لي والله الحرام ما بعرفه إطلاقا، لا حرام المال ولا حرام النساء، من عاش تقيا عاش قويا. الله يفتح لكم يا دكتور. طيب، هذا هي للشباب رسالة. هي
نعم. من عاش تقيا عاش قويا. نعم. نعم. شيخ الحبيب، ذكرتم للمستمعين بأنه من علامات قبول العبادة أن الله يلقي في روعك أن يأتيك إحساس أو خاطر في القلب بأنك تشعر بالصلة القوية مع الله، وبالتالي هذا من علامات قبول العبادة، ليس كذلك دكتور؟ لكن لحظة، إذا الابن جاء بالجلاء آخر العام، نعم، بعلامات تامة وبثناء كامل على أخلاقه، لا يتكلم الأب، ما بيضمه، ما بيهدي دراجة، مستحيل. نعم. إنسان عادي، أب عادي لا يفعلها. نعم. إله يراك تغض البصر، تضبط اللسان، دخلك حلال، انفاقك حلال، تحب العمل الصالح، أنت بخدمة الخلق، ما يلقي بروعك أنه يحبك؟ هذا اسمه بالتعبير الصوفي التجلي. نعم. وبالتعبير الآخر السكينة، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. السكينة شعر بها سيدنا إبراهيم في النار، سبحان الله، وسيدنا يونس ببطن الحوت، والنبي بالغار. هي السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هذا أكبر عطاء إلهي للمؤمن، عنده سعادة والله لا أبالغ، لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. الله أنت مع الله، الله مع أصل الجمال والكمال والنوال، مع الذات الكاملة، مع صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، تخاف، إنه لا يخاف لدي المرسلون. تقلق، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا له. نعم. الله يفتح لك مدفور. طيب شيخنا الحبيب، هل مثلا من علامات قبول العبادة إذا فتحت على الإنسان أبواب طاعات جديدة، هكذا نستمع، يعني إذا أصبح يفتح له الخير فيصلي أكثر، يعمل بالعمل التطوعي أكثر، هل هذا من علامات القبول؟ طبعا علامات قبول كثيرة جدا. نعم. نذكر منها يعني الله عز وجل مثلا قل لي كما أريد، ورد بالأثر القدسي، قل لي كما أريد أكن لك كما تريد، في أبلغ من ذلك، قل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أعلم ذلك. يا الله. هم في مساجدهم والله في حوائجهم، يعني الله ودود، الحب غير الود، الحب ميل، أما الود سلوك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قالوا فيما بينهم وفيما بينهم وبين الله. الود سلوك، فالله عز وجل بتودد لك بزوجة صالحة، بأولاد أبرار، بمكانة اجتماعية، برزق ميسور. والله مودة الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، هناك مشكلة. أنت مع خالق السماوات والأرض، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. أن تحب الله، أن تحب الذات الكاملة، أن تحب أصل الجمال والكمال والنوال، أن تحب صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، مرتبة الإيمان مرتبة كبيرة جدا. يعني الواحد حتى يحط إلى جانب اسمه دال، درس ابتدائي ومتوسط وتوجيهي، أنا بالأردن لأنه توجيهي، وأخذ ليسانس في الآداب أو بكالوريوس في العلوم، دبلوم عامة ودبلوم خاصة وماجستير ودكتوراه، ليحط دال جنب اسمه. وأن يكون مؤمن يستحق جنة الآخرة، يستحق سعادة الدنيا والآخرة. والدليل ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا هي جنة القرب، وجنة في الآخرة هي جنة الخلد. ف
فلذلك أن تعرف الله، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. نعم. الله يفتح لكم يا دكتور. دكتورنا ذكرتم إذن علامات متنوعة من علامات قبول العبادة، أن الله يلقي في روع الإنسان أنها قبلت فيشعر بشعور جميل، ذكرتم الصلة حينما يشعر الإنسان بأنه قد اتصل بالله وأصبحت علاقته أقوى مع الله، ذكرتم أن يفتح عليه بتيسير أموره من أهل بيته والهدوء في حياته، ذكرتم أن يفتح عليه بالمزيد من العبادات والطاعات، هذه كلها من علامات قبول العمل. أنا نعم. سؤالي لفضيلتكم شيخنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، لماذا أحيانا ترد الصلاة ولا يكتب للإنسان كامل عبادته، يعني لماذا لا تقبل عبادته؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أتابع الفقرة الأولى التي قبلها. نعم. أكبر عطاء إلهي للمؤمن التوفيق، والتوفيق وردت بآية واحدة، وما توفيقي إلا بالله. لا يتحقق شيء في الكون في الأرض بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة إلا بالله. فالتوفيق علامة الرضا، والتوفيق أكبر عطاء إلهي. شيء ثاني الفلاح، في عنا شيء اسمه نجاح. بيل جيت 93 مليار، جوبز الآن حجم مؤسسته 700 مليار، هذا اسمه كسب. هذا الكسب لم تنتفع به بل تحاسب عليه، أما الرزق شيء آخر. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أكلت لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت، تصدقت فأبقيت. نعم. لذلك الذي يبقى فقط العمل الصالح، وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا موافق السنة. فالتوفيق أحد كبار أكبر ثمار الصلة بالله، توفيق. الفلاح، في عنا نجاح وعنا فلاح. النجاح أحادي، فلاح شمولي. الإنسان بينجح أيام بجمع ثروة طائلة، بينجح أيام بتسلم منصب رفيع 70 سنة رئيس وزراء اليابان، بينجح بأشياء مادية. أما الفلاح شمولي، يعني للتقريب، الفلاح أن تنجح مع الله معرفة وعبادة وطاعة والتزاما ودعوة، هذا شق. أن تنجح في اختيار زوجتك وفي معاملتها وفي تربية أولادك وتربيتهم تربية إيمانية، وفي اختيار حرفتك، ألصق شيء بالإنسان زوجته وحرفته. نعم. فإذا وفق في اختيار زوجة صالحة تسره إن نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، تطيعه إن أمرها، ووفق بحرفة تقدم خدمات للناس، خدمات أساسية، ما في كذب، ما في تدليس، ما في غش، ما في تزوير. فلذلك ألصق شيء بالإنسان زوجته وحرفته. أما التفاصيل، تفاصيل هذا الدين تبدأ من فراش الزوجية وتنتهي بالعلاقات الدولية. هذا الفرق بين النجاح والفلاح. الله يفتح عليكم. الفلاح شمولي، نجحت مع الله معرفة. نعم. وعبادة وطاعة ومحبة ودعوة إليه، نجحت في اختيار زوجتك طبعا، فعليك بذات الدين تربت يداك. الله يفتح عليكم يا دكتورنا. نجحت في معاملتها، نجحت في تربية أولادك، نجحت في اختيار حرفتك. هالنجاحات هي تنقلب إلى فلاح، ولم تأتي كلمة نجاح في القرآن ولا مرة. الله جاء مكانها الفلاح. نعم. الفلاح وأولئك هم المفلحون. نعم. شيخنا الحبيب سنتوقف بعد إذنكم إلى فاصل قصير، ثم نعود معكم مستمعينا، ونرحب بمشاركاتكم على الهاتف مباشرة في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن علامات قبول العبادة. كانت هذه علامات ذكرها فضيلة الشيخ، الآن كيف يمكن أن يكون هنالك علامات لرد هذه العبادة لا قدر الله، وماذا نفعل؟ هذا كل حديثنا بعد الفاصل، فابقوا بالقرب. حديثنا اليوم عن علامات قبول العبادة، وهذه من أهم الأشياء في حياة الإنسان حينما يقوم بالعبادة، فإنه يرجو الله سبحانه وتعالى القبول. شيخنا الحبيب ذكرتم علامات كثيرة قبل الفاصل لقبول
قبول العبادة، منها أن الله يفتح على الإنسان بالمزيد من الطاعات، منها الإحساس النفسي بحلاوة الإيمان وبالأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى، منها التوفيق في القضايا المهمة في حياته كبيته وأسرته. الآن شيخنا نريد أن نتحدث عن الجانب الآخر، عن عدم قبول العبادة. لماذا يا ترى يمكن أن ترد عبادة الإنسان، وما هي علامات ذلك دكتورنا؟ يعني شاب سمع من شيخه أن يا بني إن لكل سيئة عقابا، وزلت قدمه في مخالفة شرعية ولم يأته العقاب كما قال له شيخه، فدعا الله عز وجل وقال يا رب لقد عصيتك ولم تعاقبني. قيل كما يقال وقع في روعه في كيانه أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. الله أكبر. الإنسان لما بيغلط مع الله يحجب. أنا أرى باجتهادي المتواضع أكبر عقاب إلهي للمؤمن الحجاب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال له يا رب، عم يخاطب ربه، لقد عصيتك ولم تعاقبني. وقع في روعه، يعني شعر أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. معنى ذلك قبول العبادة له علامات، علامات دقيقة جدا. لذلك قالوا ترك دانق من حرام، الدانق سدس الدرهم، خير من 80 حجة بعد الإسلام. 80 حجة، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام إلى الإمام الدستوري. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني مثل أن أضربه دائما، طريق عرضه 60 متر، هذا طريق أوتوستراد دولي، لكن لسبب بالغ معين عن يمين هذا الطريق وادي سحيق وعن يساره وادي سحيق، فيه طرقات بالصين وببعض البلاد. الآن يدي راكب هالسيارة حرف المقود سنتيمتر واحد على اليمين، بعد دقائق معدودة وقع في الوادي. هي الصغيرة، نحن حياتنا ما فيها كبائر، قلما تجد كبائر، في صغائر، يعني ما في انضباط في السلوك، في اللقاءات، في السهرات، في الشاشة. يعني جريمة قتل أو خمر أو زنا، يعني قلما تجد هذه الجرائم ببيت بشارع مسلم. أما ما الذي يحجبنا؟ الصغائر إذا تراكمت واستمرت. يعني بيت في جميع الأجهزة الكهربائية الغالية جدا لكن ما في كهرباء، لا قيمة لها جميعا، كتل بلاستيكية. الآن بقى السؤال الدقيق، لو قطعت هذا التيار ميلي لما متر متر بعضها، التيار انقطع. فنحن ما لا تجد في البلاد المسلمين يعني جرائم قتل مثلا، زنا، خمر، ما في، بس في مخالفات كثيرة. المخالفات تراكمت وثبتنا عليها، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإذا شيخنا عرفت المقود سنتي واحد، هي الصغيرة في النهاية سيقود إلى المنحرف، ثبتها نقلتك إلى الوادي. إذا شيخنا لو حرفته 90 درجة فجأة وانتبهت بترجعون. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذن والعياذ بالله شيخنا، من علامات رد العبادة وعدم قبولها هي أن يحجب الإنسان بسبب معاصيه عن الله تبارك وتعالى، فلا يشعر بهذه العبادة. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب. والحل دكتور؟ المعصية حجاب. والحل دكتور؟ التوبة. الله فتح باب التوبة على مصراعيها. إذا تاب العبد توبة نصوحة، دقيق، أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. سبحان الله. التوبة. التوبة النصوح أن تندم، والتوبة النصوح أن تقلع عن الذنب فورا، والتوبة النصوح أن تعقد العزيمة على ألا تعود إليه. وإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. الله يفتح عليكم يا دكتور. ندم، إقلاع، عقد عزيمة. شيخ نسمح لي بداية أن أنوه لمستمعين الراغبين بالمشاركة. قبل، لو واحد عاد لهذا الذنب مرة ثانية، في عندي حل ثاني غير أنه
الإقلاع والعزيمة والندم صدقة. نعم. صدقة ترمم الخطأ الجديد. فكلما أخطأ في توبة نقضها بعد توبة يتصدق. نعم. وصدقة تدعم هذه التوبة. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور، الله يفتح عليكم يا رب. طيب شيخنا الحبيب، بداية ننوه للمستمعين الراغبين بطرح استفساراتهم في هذا الموضوع عن علامات قبول العبادة، مرحبا باتصالاتكم مباشرة من الآن وحتى الرابعة على 06-516-4020 06-516-5020، ومن خارج الأردن بإضافة مفتاح المملكة الأردنية الهاشمية 00962 ومن ثم رقم الهاتف. شيخنا الحبيب، الآن الإنسان يمكن أن يعيش بحالة من الخوف ألا تقبل عبادة، لكن قد يصل به إلى القنوط، وقد يعيش بحالة من الثقة أن عبادة قبلت ولكنها قد تتجاوز حسن الظن. ماذا يفعل المسلم دكتور؟ اليأس والقنوط والسوداوية والتشاؤم، نعم، هذه الحالات تقترب من الكفر أبدا. اليأس والقنوط والسوداوية والتشاؤم، هذه الحالات تقترب من الكفر. نعم. لأن حسن ظني بالله ثمن الجنة. طب وهل يضمن الإنسان شيخنا؟ أنا عند ظن حسن ظني عبدي بي. نعم. فليظن بما يشاء. نعم. أكيف أضمن أن عبادتي مقبولة؟ ألا يعتبر الخوف من عدم قبول العبادة دكتور بالعكس جزء من روحانية المسلم؟ في عندنا خوف مرضي وخوف طبيعي. نعم. في خوف معتدل بين حدين معتدلين، هذا محفز كبير. نعم. أما في خوف آخر شيطاني، الخوف الذي ينقلك إلى اليأس، إلى السوداوية، إلى القنوط، إلى التشاؤم. نعم. هي حالات تقترب من الكفر. نعم. أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما يشاء. نعم. وحسن الظن بالله ثمن الجنة. الله يفتح عليكم يا دكتور. إذن الإنسان لا يمكن أن يضمن أن عبادته مقبولة، لكن لا يصل إلى مرحلة التشاؤم السوداوية أنها سترد. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منه. طيب شيخنا الحبيب، في قضية حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، متى يمكن أن يتجاوز الإنسان ذلك فيصل إلى مرحلة الغرور بالعبادة؟ أخي الكريم، من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزور الصحابية المتوفى. نعم. في بيته قبل دفنه. نعم. هكذا. فأحد الصحابة أبو السائب توفي، فزار بيت هذا المتوفى قبل دفنه، سمع امرأة تقول بصوت مرتفع: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. دقيق، النبي الكريم أقواله سنة، أفعاله سنة، إقراره يعني صمته، تكلم إنسان كلمة أمام النبي فسكت النبي، أصبحت هذه الكلمة التي قالها إنسان غير النبي سمعها النبي فسكت سنة، إقرار. ثم صفاته سنة، سنة النبي أقواله، أفعاله، إقراره، صمته، صفاته. نعم. فسمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، هذا المتوفى يبدو أن زوجته، لقد أكرمك الله. دقيق، لو سكت النبي بعد سماع هذا الكلام كان كلامها صحيحا واندرج في السنة. نعم. أنه كلامه سنة، فعله سنة، صمته سنة، صفاته سنة. فقال لها: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ ألا قولي: أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالحكم على المستقبل يقينا هذا من الله فقط. نعم. أما عبد ما في نزل حكم على معين، كلامي دقيق بالعقيدة. نعم دكتور. ما في إنسان مسموح له أن ينزل حكما إلهيا جاء بالكتاب والسنة على معين، على شخص معين. من قال كذا فقد كفر، ما في مشكلة إطلاقا. من فعل كذا فقد كفر. من أمسك بالمصحف وألقاه على الأرض أمام الناس فقد كفر. بس أنت ما بتقدر تنزل حكم قرآني أو نبوي على معين، هذا من شأن الله وحده. نعم. والدليل: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله يفتح هذا الأدب مع الله. نعم. النبي قال: أدبني ربي
فأحسن تأديبي. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور. إذا شيخنا الحبيب، الإنسان يكون بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف من ألا تقبل عبادة فيعطيه دافع للمزيد من الحرص على إتقانها، وبين حسن الظن والرجاء أن الله يقبلها برحمته ومغفرته الواسعة سبحانه وتعالى، يعيش بين خوف ورجاء. لكن هناك خوف قاتل. نعم. خوف محبط، وهناك أمل ساذج. نعم. كأضرب كطرفة يعني، واحد وجد في الأرض حدوة حصان، قال أمنت مستقبلي. قال له كيف؟ قال له هي واحدة، 4 لخار 3 لخار أو 7 لخار، لأنه جوزين خيل في عندي. نعم. 7 صار عندي أحصني، وعرباي صرت عربجي. في عنا تفاؤل أبلى. نعم. ساذج. في تشاؤم قاتل. نعم. والمؤمن بين التشاؤم القاتل السوداوي اليائس وبين التفاؤل السخيف. نعم. يعني إنسان حط مثلا ببيته آية الكرسي ممتاز، بس هي ما بتكفي سيدي. وضع بسيارته مصحف ما بتكفي. نعم. بدأ استقامة، بدأ دخل حلال، انفاق حلال، بيت منضبط، بناته محجبات أو محشومات بدرجة عالية جدا. نعم. زوجته مؤمنة، عمله مشروع، عمله مو في معصية، مو في فوائد ربوية عمله. نعم. ما دام في التزام بدءا من فراش الزوجية وانتهاءا بالعلاقات الدولية، الله عز وجل رحيم وغفور. نعم. ودود. أما طيب. أنه بلا استقامة. نعم. بلا ضبط، دخل، انفاق، سهرات، لقاءات، شاشات. نعم. نزهات، رحلات، مؤتمرات، كله اختلاط وكله إطلاق بصر. طيب شيخنا الحبيب، كله نفاق، أحيان نفاق وكذب للأقوياء. نعم. هل مواصلة العبادة مثلا في رمضان ما بعد رمضان بالأشهر التالية هي من علامات قبول العبادة في رمضان؟ صدق ولا أبالغ، وأنا لست معصوما في كلامي، بس يغلب على ظني أنه من عاد بعد رمضان إلى ما كان قبل رمضان فكأنه ما صام رمضان. هذا رمضان نقلة نوعية، بعلاقاته، بصلاته، بصيامه، بإقباله على الله، بضبط بصره، بضبط الشاشة، ضبط دخله وإنفاقه، علاقاته العامة، فنقلة نوعية. فإذا عاد بعد رمضان إلى ما كان قبل رمضان يعني كأنه ما صام رمضان. طبعا قالها شاعر، بس أقسم بالله أنه ما فعلها. نعم. رمضان ولا هاتها يا ساقي، الشوقي. نعم. رمضان ولا هاتها يا ساقي. نحن شو مشكلتنا برمضان؟ في عنا منصلي التراويح وعنا الفجر بالجامع، لكن بعد رمضان إذا ما عدنا بعد رمضان كما كنا قبل رمضان، والله في هي نكسة كبيرة جدا. طب شيخنا الهمم بتكون أعلى برمضان. لا، إذا بدك صحبة صالحة. بدك حاضنة إيمانية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه. بالمناسبة لفتة نحوية، أغفلنا لا تعني أننا جعلناه غافلا، مستحيل. هذا عقيدة الجبر، أخطر عقيدة بالدين. أغفلنا باللغة العربية وجدناه غافلا. سبحان الله. عاشرت القوم فما أبخلتهم، يعني ما وجدتهم بخلاء. نعم. وعاشرت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم جبناء، ولا تطع من أغفلنا، يعني وجدنا هذا العبد غافل عن الله. الله يفتح عليكم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. بدك حاضنة إيمانية. الله يفتح عليكم. بدك سهرة مع مؤمنين، رحلة مع مؤمنين، تتعامل مع، ما في علاقات عمل ما لها علاقة بنوب. أنت موظف في دائرة، قد يكون رئيس الدائرة ما له علاقة بالدين إطلاقا. أنت مكلف، أنت بدوام محدد بأداء معين، خلاص. هي علاقات عمل ما لها علاقة بسوء بالموضوع. العلاقات الحميمة، يعني نزهة مشتركة، سهرات للساعة 2 بالليل مشتركة، إذا ما كان الآخر مؤمن في مشكلة. يعني في عندي قياس، بأي مكان جلست فيه، بأي سهرة سهرتها، بأي نزهة عملتها، إذا استطاع هؤلاء الآخرون أن يجروك إليهم
إلى التقصير في الصلاة، إلى التقصير في غض البصر، في تحري الحلال، انسحب منهم بانتظام. أما إذا استطعت أنت أن تجرهم إليك بإيمانهم، بصلواتهم، بضبطهم، بدقة أسعارهم، نعم، ابقى معهم. الله يفتح عليك اسمها لعبة شد الحبل. طيب. إن استطعت أن تشدهم إليك ابقى معهم، أما إن استطاعوا أن يشدوك إليهم ابتعد عنهم. كمان البعد بنعومه، نعم، بلا قسوة. شيخنا الحبيب، في الدقيقة الأخيرة المتبقية معنا، هل من نصيحة للإخوة والأخوات الكرام في الليالي الأخيرة من رمضان، ليالي العشر الأواخر، بماذا يغتنموها في أقل من دقيقة دكتور؟ والله يا أخي، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما كان من ذنبه. نعم. يعني واحد عليه 30 مليون ومحجوزة على أملاكه المنقولة وغير المنقولة، قيل له افعل بثلاثين يوم هذا وأنت معفى، ما قولك؟ فرصة لا تقدر بثمن أن تنجو من كل الذنوب. دقيقة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان الله يفتح عليكم إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذلك. جعلنا الله منهم. أن نعود بعد رمضان إلى ما كنا قبل رمضان، والله لا أبالغ، كأننا ما صمنا رمضان.